أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بالخير والمحبة، وها نطل عليكم بحلقة جديدة من خلال شاشة وطن وبرنامج وطن سبورت. حلقة اليوم حلقة استثنائية مختلفة بكل تفاصيلها، بكل أحداثها، بالأمور اللي راح نتطرق بيها. هل فعلا الاتحاد العراقي ذاهب لتطوير الكرة العراقية؟ هل نمتلك أشخاص قادرين أن يوصلون إلى أعلى المستويات من خلال المعسكرات التدريبية، من خلال المباريات الودية، من خلال العلاقات الخارجية اللي نطور بيها لاعبينا مدربينا؟ كيف نحترف للخارج؟ كيف نصل إلى الخارج بكثير من التفاصيل؟ عندنا اليوم أشخاص عراقيين لهم اسمهم، لهم مكانتهم، يعملون بدول على مستوى عالي بالرياضة وقادرين يقدمون كل هاي التفاصيل. اليوم راح نعرفها مع ضيف لأول مرة يظهر في برنامج رياضي ويتحدث تفاصيل لأول مرة. فعلا العراق راح تكون إلى مباراة مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، فعلا قادرين نلعب مع هاي الأندية وبكامل نجومها، ممكن تكون معسكرات على مستوى عالي. شنو اللي ممكن يصير؟ ممكن تكون مدارس في بغداد أو المحافظات على مستوى عالي، أكو استافات ممكن راح تتواجد. هذا كله راح نعرفه اليوم من خلال ضيفنا المتواجد ويانا داخل الاستوديو، الأستاذ المستشار العلاقات العراقية والإسبانية ضياء الخزرجي. حياك الله وشرفتني بتواجدك والحمد لله على السلامة. الله يسلمك، شكرا جزيلا على هاي الدعوة الطيبة، وشكرا لقناتكم الموقرة على هاي الدعوة. صراحة العراق ولاد دائما لكرة القدم، وهذا الشيء اللي يشجعنا يخلينا نجي لبلدنا من جديد بعد اغتراب لمدة سنوات نخدم بلدنا إن شاء الله. فأنا بخدمتك إن شاء الله. أي شيء، أي سؤال عندك؟ أنا أولا أشكرك لتلبية الدعوة. شكرا. إحنا بفترة سابقة تواصلنا وبعد ما تواصلنا. أكيد. وأنا أتشرف بتواجدك. شكرا جزيلا. واستمعت لك إنه أنت شنو ما بداخلك وبمن التقيت وشنو الأمور. لكن قبل كل شيء، صار لك إيش قد بإسبانيا؟ والله هي إحنا دائما نقول مو هواي، يعني طبيت على 24 سنة. 24 سنة. أي يعني. بالنسبة للموجودين هناك أنا يمكن أقل شيء. أها. يعني هي في فترة النظام السابق، حكم كنا مضطهدين من النظام السابق وطلعنا لباقي الدول، وبقى بداخلنا هذا العشق الحب لبلدنا وناسنا. فالحمد لله طورنا من معلوماتنا من أعمالنا بهذاك البلد، أخذنا كسبنا ثقافات، كسبنا معلومات، علاقات طيبة. فحابين أن هذا اللي تعلمناه وكسبناه بهاي البلدان نرجع ان شاء الله لبلدنا ونقدمه. الله يوفقك. شوف بلدنا هو اهم. عملت باسبانيا استاذ ضياء؟ اي انا اول شيء اشتغلت بهاي مجالات يعني، بس المجال اللي اكثر شيء حبيته اللي هو المجال الطبي، لان انا كنت مدير علاقات جروب مستشفيات اسمه اتش ام هوسبيتاليس، واشتغلت بالمجال الطبي اللي هو جبت اطباء اسبان للعراق. يعني هاي تجربتي اللي هي الاصعب انا اقول بوقتها. ومن بعد توجهت للرياضه والحمد لله يعني أمور طيبة. تمام. أريد نتحدث بكل صراحة. أكيد. يعني إحنا هم عندنا فيديوهات هسه نشاهدها. البداية أتحدث عن اللاليغا. أي. اللاليغا حقيقية بالعراق ضياء؟ لو شوف، لو نحتاج لوقت، لو أكو أخطاء، لو بدينا نعمل، شنو اللاليغا بالعراق؟ يعني هساني هنا سؤالك لازم ما اعرف اجاوب بيه بالعقليه الاسبانيه، لان انا احمل ثقافتين وعقليتين، ما اعرف بالاسبانيه اجاوب او بالعراقيه. شوف احنا ما نحكي شو يحدث باسبانيا وهذا التطور نكذب. زين. نكذب. زين. ما شاهدته خلال موسمين وخلال تواجد الكابتن عدنان درجال، بدينا نشتغل، دا نشتغل صح، متأخرين هواية، شنو نحتاجه؟ هاي مسؤولية أنا أحمل لك إياها. أنت شايف شكل تقول أنا أحمل ثقافتين، أنت شايف شكل وأنت اليوم بالعراق. صحيح. شنو شفته وشنو الصح وشنو الخطأ؟ أول شيء من خلال برنامجكم نوجه تحية للأخ أبو حيدر عدنان درجال، ووجه تحية هم لأبناء بلدي هم أصحاب لا ليغا، الأخوة هم الموجودين حاليا هنا الإسبانيين. صراحة هو مشروع ضخم جدا،
يعني هو العراق هم ضخم ويحتاج له بهالعمل هذا، لكن اللي أنا شفته من خلال موضوع لا ليغا اللي نحتاج تطوير. أول شيء عندنا إحنا مشاكل بالملاعب وملاعب الأندية، هذا الموضوع ما تطور عندنا بالعراق، فأكيد هذا راح يأثر على عمل لا ليغا وراح يكون تأخير بعمل لا ليغا. وإحنا صراحة هذا مو بصالح لا ليغا، مو بصالح العراق، لأن العراق أكيد جاي يصرف فلوس لدعوة لا ليغا وتواجدهم بالعراق ومصاريفهم، لكن مشروع يحتاج وقت. مشروع يحتاج وقت. يحتاج وقت. احنا مستعجلين، نريد الملاعب ونريد الفار ونريد لا استعجلوا حتى بدفع مثلا المصاريف المبالغ المكتب، هذا كله استعجال، واحنا لحد هاي اللحظه البنيه التحتيه مالتنا ما جاهزه. يعني بنيه الانديه الموجوده عندنا، يعني اذا تروح اي ملعب من ملاعبنا الطب يعني حتى تكرم الحمامات بعد ما جاهزه على سبيل المثال، المنازع ما جاهزه، الارضيه اللي هي مهمه جدا ما جاهزه، فانا شلون اجهز الى 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 لا ليغا بهذا المستوى العالي وانا ملاعبي ما جاهزه؟ فانا اشوف اكو صار استعجال بالموضوع، ولكن ان شاء الله هو هذا الاستعجال لخير، يعني حتى الحلقه تسير. لا ليغا هي فقط ملاعب ضياء له هو مشروع، وشنو هذا المشروع؟ شوف انا خلي اعطيك فد مثل بسيط على لا ليغا. لا ليغا طبعا هي بها تدرجات كلش هواي، يعني لإدارة الأندية، لإدارة الحكام، لإدارة الملاعب. يعني شوف إحنا هناك بإسبانيا اللاليغا عندهم مشروع اللي هو هذا كان بداية انطلاق اللاليغا، أقطع حديثك. هذا أي هذا كان أعتقد هو أول لقاء اللي كانوا الأخوة بوكيت، أنا كنت هنا جاي أترجم لهم مشروع اللاليغا، طبعا مشروع ضخم هو. أي هاي بدايتها. شنو صار؟ كمل. هو هنا كانت زيارة للأخوة، زاروا المكان وشرحوا لهم هنا بعض النشاطات اللي تقيم بها لا ليغا، بس هاي كانت فيها بداياتها. هو مشروع هذا هنا مكان هو اللي مدريد هو هذا موجود، طبعا هذا مكان ضخم جدا. هنا شرحوا لهم المكانات الأندية الملاعب، شوف تجهيزات الملاعب. وهسه كوهد فقرة أنا كلش تعجبني اللي هي حتى الأطفال يشترون صور اللاعبين، شوف لا ليغا شلون تدخل فلوس يعني من خلال عملهم بها فلوس، شلون نقول حتى الأطفال يشترون هاي الصور مال اللاعبين اشتراكات بها، وهاي كلها فلوس تنزل للا ليغا. يعني بها أرباح. أنا شرحت لهم أنا وقت هاي الترجمة شرحت لهم. تحياتنا للكابتن علي جبار والكابتن جبار عربي، تحياتنا لهم، ودكتور سيف إنسان محترم. دكتور سيف هاي وين؟ هاي هي بالمكتب لا ليغا. مكتب لا ليغا هاي شوف كل اللوغوس إحنا نسميه مات الأندية الموجودة هنا، كان شرح رائع جدا. وحتى هم الأخوة هنا شوف سئلة وأسئلة مهمة جدا، الأخ علي سأل أسئلة جدا راقية، يعني شوية حتى هم الإسبان هذا الشخص هو هذا أصوله إيطالية، يعني كان حتى ردود مالته يعني تعجب من أسئلتهم، يعني كانت أسئلة في مكانها. تمام. مشروع اللاليغا إيش قد نحتاج ونكون مثل باقي الدول؟ والله مشروع اللاليغا أنا دائما أقول هو المشروع اللاليغا هو حال جميع المشاريع اللي بين إسبانيا والعراق. أكو هواي مشاريع بين إسبانيا والعراق وقفت بسبب تلكؤات اللي هي العقلية الإسبانية والعقلية العراقية، هذا جمع العقليتين والثقافتين هو صعب جدا. فأنا اللي أشوفه إذا لأن تعرف الأخوة الإسبان ما يتكلمون اللغة الإسبانية الإنجليزية بطلاقة، والعراقيين ما يتكلمون اللغة الإنجليزية بطلاقة، فهنا احنا عندنا مشكلة الثقافات هم. فأنا أقول دائما أي مشروع إذا ما متواجدة بأيادي عراقية إسبانية أو عراقية بعقلية إسبانية هيش مشاريع تمشي، ولكن إذا بقت على هاي العقلية اللي هي ترجمة شلون ما كان عمل شلون ما كان، لا ما أعتقد راح يكون عمل ناجح بالمستقبل، لأن أخاف بحكم أنا مواطن إسباني يعني أحمل الجنسية الإسبانية، أخاف يكون حال المشاريع السابقة اللي هي فشلت بالعراق. أها. وهذا أنا متخوف من عنده. ليش؟ العقلية الإسبانية مو سهل هضمها عند العراقيين، يعني العمل الإسباني يعني حتى مو سهل هضمها. لو إحنا اليوم أكون واقع وياك، إحنا نريد نكون كن فيكون
اريد دوري على مستوى عالي، فئات حمريه على مستوى عالي. هاي ما تمشي عند الاسبان، مو هاي صحيح. لازم هاي مو ترجمة، احنا نثقف اليوم يا ترى نحتاج لوقت، ولكن هاي مو ترجمه كلام، هاي ترجمه عمل. إيه؟ ترجمه العمل هو اصعب من ترجمه الكلام. شوف يعني انا اقول لك شغله، احنا اليوم لازم اكو خطابات للدوله، يا اخي انا مو انطي هاي المليارات واني افتتح لي ملعب ارضيه ومدرج، لا عندي ملاعب تدريب، لا عندي حمام، لا عندي شاكوزي، لا عندي هاي الامور، لا عندي قاعه حديد، لا عندي فندق، شنو الغايه من افتتاح ملعب؟ ولهذا احنا هذا اللي ينقصنا، انه ينقصنا لازم نتفهم احنا شو نريد. احنا مو خلاص والله مباراه 90 دقيقه ثيل حلو وارضيه حلوه وجمهور، اكو مرفقات اللاعب من يتمرن يريد استشفاء، يريد راحه، يريد جيم، يريد صح؟ صحيح. وهذا كل الانديه، انا بحكم زاير كل الانديه الاسبانيه وداخل بالمكانات، يعني انا داخل كل مكانات الانديه للجيم، المكانات للاعب، لاعبين، ما شفت صراحه بالعراق عندنا هيك هالمستوى هذا. واحنا عندنا لا ليغا، لا ليغا فشي ضخم جدا، يعني لا ليغا احنا ممكن نستثمرها. احنا هو اول شيء ما مو جايين ببلاش، لكن احنا عملنا استثمارها، احنا علينا شلون نطلع من ليغا عمل، وهذا يحتاج لناس هالاختصاص. زين العمل والاستثمار غير، اكو مقومات نجاح يا استاذ ضياء. اكيد. واحنا نحتاج لهذا النجاح. اكيد. انا اللي اشوفه يعني الاخ ابو حيدر جزاه الله هو خير. هو انا هسه جاي شلون اشوف عمل كابتن عدنان درجال؟ والله هو رجل انا صراحه يعني ما اعرفه من قرب كلش، لكن سامع عنه، انسان طموح جدا، سريع بعمله، يعني ما ينتظر مثل قبل، سابقا كانت اللي كتابنا وكتابكم، هو سريع بهذا المجال. اشوف الى عمل، لكن عليه ان ياخذ استشاريين او مستشارين يجيدون العمل، مو فقط العمل الرياضي، لا العمل الاداري، يعني يحتاج لمستشارين. اكيد مستشارين بهذا، اذا عمل مع اسبانيا يحتاج لمستشارين بالعمل الاسباني، وهذا الشيء يعني احنا عذرا مو عيب، لان كل حتى رئيس الوزراء عنده مستشارين بكل المكانات، وهذا جدا عادي. يعني يحتاج مستشارين للعمل معه. أكيد. وخاصة بالجانب الإسباني. هو رايح بهذا الاتجاه، مركز على الـ 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 العمل الإداري الإسباني، العمل الفني الإسباني، إنه يجيبه للعراق ويطبق هاي الأفكار. هو حسب اللي أنا أشوفه صراحة ممكن، لأن هو اشتغل كان بقطر موجود وشاف المدرسة، طبعا هي قطر هم أنا دائما أقول هي استنساخ، هم عملوا بإسبانيا وهم كانوا عندهم لاعبين بإسبانيا. أنا أشوف هو دائما يعني أكثر اللجان هو مسؤول عليها الرجل، فيعني أشوف عدة طموح بهذا المجال، بهذا المجال. أي أشوف عدة طموح. زين، أتمنى له الموفقية. التقيت به؟ التقيت به قبل فترة، في كان ضيف علينا ببيت دار هشام الذهبي، التقيت به، والتقيت به في فرنسا همينة، ويعني التقاء لقاء عادي يعني. تمام. أريد أشاهد، عندنا فيديو لكاساس الكابتن ومدربنا المنتخب الوطني كاساس، وشنو اللي صار بهذا الفيديو مع المنتخب الوطني، أريد تتحدث لي عنه. أنت جالس مع كاساس ومسولف مع كاساس، وانت كنت اقرب لان تكون المترجم لكاساس، صح؟ صح. ممكن حديث نبذه عن كاساس وعن عمله وعن كثير من التفاصيل ممكن بداخلك نريد نعرفها. اول شيء تحيه للعزيز كاساس، اسمح لي اقولها بالاسباني، سوني هرمانو ماس، يعني هذا انا عندي اثنين اخوه هو الثالث. كاساس شخصيه محترمه جدا، طيب القلب، طيب التعامل. انا صراحه التقيت به بوقتها، عذرا التحيه، كاخ حييته لو كصديق؟ لا اخ. اي لان انا دائما من احكي وياه ميرمانو يعني اخي. اي لا مو صديقي، هو اخوي، يعني علاقتك كلش قوية. حتى الاستاف، همينا انا علاقتي بهم طيبة. هم يعني شلون نقول، احنا هنا كجالية اسبانية، يعني هيك احنا علاقتنا هيك، عرفت شلون؟ فهو انسان قلت لك محترم جدا، طيب القلب. انا التقيت بأول لقاء بي صراحة، هو الرجل قال لي بحكم شاف
لغتي الإسبانية وفترة اللي أنا عايشة بإسبانيا، فطلب مني شلون النصيحة، نقول شلون العمل بالعراق وشلون الثقافة العراقية. ذيك اللحظة هي أنا صورة موجودة، بقيت وياه تقريبا ساعة ونص إلى ساعتين مع الستاف مالته، أشرح لهم شنو طبيعة الشعب العراقي، ثقافة العراق، طبعا هي كانت بالفندق هي هاي، طيبة الشعب العراقي، وقلت له العراق هو برازيل العرب بكرة القدم، وقلت له أنا أعطيته نصيحة بوقتها، ما أعرف هسه هو النصيحة مشى بيها ما مشى، بس أنا على شوف ما اللي أنا قلت له أتمنى أن تأخذ لاعبين من المناطق الشعبية وتهيئ لك منتخب وطني. أها. أي. وحتى قلت له يعني باللغة الإسبانية نسميها إحنا البيوت اللي هي بيوت التشينكو، تشينكو. تشينكو. بيوت التشينكو. أي. أي. بالإسباني. أو ساندويتش مانا. أي اللي هي تشابولاس إحنا نسميها. قلت له تروح للبيوت التشابولاس اللي هي هاي البيوت اللي هي طلع اللاعبين. عرفت شلون؟ فقلت له من هناك تقدر تستقطب لاعبين وأنت بعد عندك سنوات بالعراق. وممكن تسوي شيء بالعراق. قلت له انا اوعدك راح اسوي شيء بالعراق، وهو سوى الحمد لله وراح يسوي، نتاهل لكاس العالم خلال قربك لكاس. بصراحه قربك قراءتك ان اسبانيول، احكي لك بالاسباني سي ليخان سولو، يعني اذا يعوفونه لوحده يشتغل بدون تدخلونه لوحده، اي بدون تدخلات. الله سي ليخان سولو شيء اذا يعوفونه لوحده يشتغل، يعني هو ضغط عليه اعلامي وضغط ضغط من المشت يعني اكيد اللي يحيطون به، ولكن هو عنده عقليات المساعدين مالته يعني ممتازين جدا، انا متابعهم. يعني اريد تقول للجمهور بالعربي وبالاسباني او معناها اتركوا كاساس يعمل لوحده للجمهور وللاتحاد وللهاي شيء الذي خانا كاساس كيترباخا شلو لازم يعرفونه لوحده يشتغل. سي بانامو الستار سي سيمبري، يعني إذا يبغون يزعجونه هيج دائما ما أعتقد يقدم شيء. ما أعتقد. هم الإسبانيين. أنا الإسبان هسه أنا أحكي لك يعني عن كاساس أنا من خلال لقاءاته من خلال هاي، لأن أنا مو فقط اللغة. أنت تقول أخويا. يعني من وصفت لي إحنا نعرف العراقي. كلمة الأخ شنو؟ قريب جدا. يعني أنت قريب جدا عن كاساس. مو فقط كاساس. أنا حتى أي إسباني كان مني سولف أعرف كل همساته كلها، يعني أنا في إلى لقاء كاساس صراحة ذيك اللحظة أنا دمعت عيني. شنو قال؟ قال وما أعتقد هي الترجمة صحيحة، ما الترجمة الصحيحة. قال أنا من أشوف الجمهور العراقي يجزبر جسمي أو يوقف، هو يقول مي بيلوسي كذا إن بونتا، يعني يوقف شعر جسمي، وهاي كلمة يعني ضخمة جدا للعراق، دليل حبه ومشاعر. تعرف هالمشاعر تجي لا إراديا، هي من الحب من العشق، فهو دليل حبه للشعب العراقي وللجمهور العراقي. هسه أنا ما جاء دافع عنه هو الرجل، بس لكن صديق وبن أخ عزيز هو. يعني في أحد اللقاءات تحدث عن الجمهور العراقي عند لقاء يمكن على قناة، تكلم على الجمهور العراقي، تكلم على الجمهور العراقي وقال أنا بنشوف الجمهور العراقي يعني بما معناه احنا نقول يجزبر جسمي، هو يقول يعني هي المعنى مالته هو شعر جسمي يوقف. اي لا هو يحب العراق، انا لاحظت انسان عملي، انسان يعني يحب عمله، وخاصة الستاف الوية هو مختار ستاف مهم جدا. زين البعض يقول انه اكو من يتدخل بكاساس، هذا من جعل ضياء انه توصل رسالة اتركوا كاساس حتى ينجح، قادر ان ينجح؟ البعض يقول لك كاساس ما عنده ذيك الخبرة ضياء، ما عمل كمدرب وحقق إنجازات حتى يجي ينجح بالعراق، اللي أنت تعرف العراق بالعرب بالمنطقة رقم صعب. فعلا كاساس يعني ما عنده هاي الخبرة، لو بالعكس قادر أن يصنع لنا فريق، قادر أن يتأهل بينا لكأس العالم، رغم أنت تعرف كل الدعم اليوم الكاساس، لا نقدر ننتقد، الدولة موفرت له كل شيء، كلها داعمة إليه، كل شيء من أجل بس نصعد الكأس العالم. فعلا قادر على هذا الشيء؟ أول شيء دائما إحنا كرة القدم المدرب يعتمد كل الاعتماد على المحلل،
المحلل. المحلل هو اختصاص، هو رجل محلل اختصاص عمله، ولكن أنا اللي أشوفه الأدوات حاليا بحسب ما تبعنا كل المباريات اللي صارت والتغييرات الكثرة اللي صارت عنده، أنا أشوف الأدوات ما موجودة عنده. يعني هذه اللحظة هو ما ثابت على تشكيلة كاملة. يعني شلون مثلا أعطيك سيارة عادية وأقول لك روح سابق للمرسيدس على سبيل المثال، فهنا أكو فرق بالأدوات اللي موجودة، فهو يحتاج لفترة حتى تكون الأدوات جاهزة عنده، اللاعبين جاهزين عنده، لأن يحتاج، أنا أعتقد يحتاج لجيل كامل على اللي جاي نشوفه. وتعرف المجتمع بين المغتربين وبين المحليين، هاي الزوبعة الإعلامية هي صراحة ما موجودة، هي ما موجودة. هاي حكومة، أنا مغترب، صحيح أنا مغترب، بس مرات يسألوني يقولوا شنو رأيك باللاعبين المغتربين؟ أنا أقول صحيح اللاعب المغترب بداياته صحيحة، تأسيسه صحيح، أكله وشربه وترتيبه صحيح، بعكس اللاعب المحلي صحيح، صح. لكن من تجي بالقوة بالشراسة اللاعب المحلي أقوى طبعا. تجي لقضية ثانية، اللاعب احنا أكثر اللي جاي يجونا مثلا على سبيل المثال من الدول مثلا من النرويج من السويد، هاي الدول ما بيها كثرة، يعني دورياتها مو ذيك الدوريات القوية، مع جل احترامنا طبعا اكو لاعبين طلعوا عندنا زينين، بس انت تعالي للدوريات الثانية، عندنا عراق من الدوري الاسباني مثلا؟ لا ما عندنا، ليش؟ لان ما يقدر يبرز لاعب هناك، بس بذيك الدول يقدر يبرز اللاعب العراقي لان ماكو ذيك الامكانيات. ممكن تشاهد اليوم اذا تنتقد لاعب يعني ممكن هذا كلامك اليوم يشكل لك سهام البعض ينتقدك، انه يقول لك شلون تقول مثل اللاعب المغترب مو مثل المحلي، القوه والشراسه. وطبعا انا عندي معلومه هاي لاول مره اتحدث بيها، ترى كاساس في احد الجلسات قايل انه انا زيدان اقبال احتاجه بوقت بالمباراه، لان مو اللاعب اللي الكلام اللي انت تحدثت به، اللاعب اللي يمتلك الشراسه واللاعب اللي يمتلك القوه البدنيه، لاعب في بعض الاحيان احتاج فقط يفتح لي لعب. صحيح. البعض يعني صحيح. ما يعرف هاي الحقيقه. صحيح. صحيح. فكاساس اتعود على طبع العراقيين انه بالذات العرب يحتاج للاعب شرس. لا وهي مو فقط كاساس، انا يعني بحكم انا عملي باسبانيا هم عندنا، همينا باسبانيا اكو انديه، المدربين دائما يشوفون اللاعب الشرس يشتغلون عليه، اللي صاحب الهجمه صاحب حتى الدفاعات اللي لازم يكون لاعب شرس. هسه تشوف الدفاعات مالتنا، شوف الوسط مالتنا دائما لحد هاي اللحظه هو ما ثابت على 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 لاعب يعتمد عليه. هو يقول دائما، انا متابعه، يقول انا اريد اللاعب الجاهز يلعب عندي، ما عندي مشكله بالاسماء. هو صحيح هو انسان يعني ذكي جدا، ايش قد ما تتصور ذكي، ايش قد ما تتصور، عرف شلون؟ هسه انا ما جاي ادافع عنه، ما عندي اي مصلحه معه، هسه بغض النظر ما عندي اي مصلحه معه، لكن هو ذكي جدا. مو هاي امور حتى الناس تعرفها. احسنت، يعني ما مو عيبه. أحسنت. هذا مدرب بلدي. احسنت. هو انا هسه ليش انا هسه جاي اسولف، ما حط طلع وضح منو كاساس، شنو كاساس، شنو فكره، شنو اللي يريده. هسه انت من تقول عوفوا كاساس يعمل، خلوا كاساس يشتغل، كاساس حب العراق بصراحه، مو فقط صراحه وانما بدليل، الدليل هو شوف عائلته موجوده بالعراق، وهذا هسه انا عندي اعمال ثانيه. العراق الاسباني ما يجيب عائلته، يعني يخافون من الوضع والاجواء طبعا هو جايبين عائلتهم، من عوائلهم جابوه هنا وزوروهم المكانات، وانا من خلال متابعتي لهم بالتواصل الاجتماعي دائما حتى التعليقات الناس الاسباني على القول مثلا على وضع العراق، طبعا هي رساله بس بين سامين، هي كانت رساله رائعه للعراق لما هو دائما ينزل بالشارع، بين العراق امان، وضع العراق ماكو مشاكل، يعني هاي رساله هو كان اعتقد كان يرسلها بطريقه جميله جدا. اها يعني تواجد عائله كاساس هو دليل على حبه للعراق وحبه للعمل مالته اكيد. ليش ما عملت لنا معسكر مباراه وديه، بما انه انت لديك علاقه بالاتحاد، لديك علاقه بالكابتن كاساس، لديك علاقه بالاتحاد الاسباني، وحسب ممكن الكتاب اكو كتاب تخويل من اتلتيكو مدريد، من المالك الرسمي، المالك الرسمي لاتلتيكو مدريد، هسه راح نشاهده لاتلتيكو مدريد، ليش ما سويت لنا مباراه؟ يعني والله صراحه انا الحمد لله عندي علاقات قويه جدا مع كل الانديه مو فقط اتلتيكو دي مدريد، والتقيت بالمالك الرسمي لنادي اتلتيكو مدريد ميغيل انخيل خيل اللي هو المالك الرسمي،
وقلت له احنا مستعدين للعمل يعني بمباراة ودية مع العراق، لكن الرجل اعطاني تخويل رسمي لاجراء المباراة، طبعا بشرط حسب الوقت والزمان والمكان. وانا صراحة فاتحت كثير من الجهات، وهي من خلال من قناتكم ومن برنامجك هم الناشد دولة رئيس هذا الكتاب الوزراء الرسمي، بس احنا تحفظا شلنا الاسم يعني. شكرا جزيلا. طبعا هذا الكتاب هو الرسمي وهو مترجم للغة العربية، طبعا هو بالإسباني النسخة الثانية. هذا الكتاب اللي هو من الممكن اللي أنا أقدر أتفاوض مع العراق للعب لعبة مباراة ودية في العراق مع نادي أتلتيكو مدريد. طبعا هاي بها شرح، أنا قلت لك من خلالكم ناشد رئاسة الوزراء أو رئيس الوزراء السيد الشيع السوداني، إذا من الممكن نقيم مثل هذه المباراة بالعراق. طبعا هي راح بها جنبة اقتصادية، بها هواي قضايا للعراق. كل النجوم تحضر؟ حسب ما كان اللقاء نعم، كل اللاعبين إن شاء الله. صار هذا الحديث استاذ ضياء بصراحة لو تحسه صعب؟ والله احنا انا صراحة ما عندي يعني، ممكن اذا تأهلنا الكأس العالم ممكن تكون واحدة من المباريات التجريبية والاستعدادية لكأس العالم مع أتلتيكو مدريد وهيجي أندية أو منتخبات. ممكن. أنا بالنسبة لي صراحة مو فقط أتلتيكو مدريد، هسه مثلا واحد يقول أتلتيكو مدريد مثلا أندية نادي هو الثالث على إسبانيا وصعب يجي للعراق، لا بالعكس، هم كل الأندية مستعدة تيجي للعراق للعب بالعراق. أنا قبل فترة صراحة أرسلت رسالة إلى وزير الشباب والرياضة قبل فترة، احنا هسه ما أعرف رسالة وصلتها ما وصلتها، لكن على العموم كان طرحت فكرة اللي هو يسمونه التورنيو. التورنيو هو أربع فرق نجيبها من إسبانيا، ريال مدريد برشلونة، لكن الفرق الفئات العمرية يعني فئات عمرية، وطرحت عليهم بأن نقدر نسوي دوري مبسط بالبصرة مثلا. هذا هم يعني عمل يخدم الكرة العراقية وسمعة العراق. احنا هذا العمل جاي نقيم به بمجال الرياضة، هو جزء من عملنا اللي هو نبين للعالم بأن العراق أمين، بأن يا شركات العالم تعالوا اشتغلوا بالعراق، والدليل عندنا كرة القدم موجودة، عندنا اللاعبين جاي يدخلون العراق. عندنا تشوف انت قبل فترة كريستيانو ما اجى للعراق، شوف شنو صار بالعراق. مو صحيح هو فرد واحد، لكن احنا عندنا هواي مجالات ثانيه نقدر ندخل انديه، هسه مو شرط اتلتيكو مدريد. انا عندي كتاب رسمي وخول، بس عندنا الختافي، عندنا الكركون، عندنا الليغانيس، كلهم. وعندي الوزير ما استجاب لو ما وصلت له الرساله لو شنو؟ ما صراحه انا اتمنى يعني، هسه ما اعرف وصلته ما وصلته، ما اعرف اذا واصلته فهي مصيبه اذا ما رد يعني على هيك عمل يعني، والعمل هو لخدمه الكره. ليش ما توجه هذا الخطاب للاتحاد، لرئيس الوزراء، للجنة الأولمبية، لو هي من اختصاص الوزارة استاذ ضياء؟ انا هاي الامور ما يعني ما عندي علم بيها. والله هي صراحة هو الراعي الرسمي اللي انا اشوفه للرياضة هو السيد رئيس الوزراء. الرئيس الوزراء يعني انا من اشوفه مهتم بهذا المجال، انا ناشد له صراحة يعني، ما اناشد هسه مع جل احترامي لرئيس الاتحاد، رئيس اللجنة الأولمبية، مع جل احترامي لهم، لكن رئيس الوزراء تعال ارسل دزلنا واحد قول تعال عمي شنو عندكم انتم، شنو تقدمون؟ ها تعالوا قدموا، هسه انتم لازمين الاعلام وتسولفون، تعالوا قدموا شنو، مو صحيح؟ فاحنا احنا نقدم اللي 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 مو فقط اللي نقدر عليه، حتى اللي ما نقدر عليه هم. ليش؟ لان نعرف الكرة القدم بالعراق محتاجه عمل ضخم يعني. عدنان درجال الوحده ايد وحده ما تصفق يعني، هسه صدق الاعلام جاي يدعم، مشتاق لك الدوله تدعم، لكن من تجي يعني الحاصل الاخير ما موجود اللي 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 احنا نريده، اللي احنا جاي نشوف. انا من روح اسبانيا اشوف، واجي العراق اشوف، ما اقدر. انا لحد هاي اللحظه امنيتي احضر بالدوره، شوف الدور العراقي، ولو انا هسه مدعو من كابتن فيرا عندهم لعبه راح يلعبون هنا ودعاني اشوف المباراه، صراحه امنيتي اروح اشوفها. بس يا اخي حضرت مره مرتين اشوف فرق شعبيه يعني، الاجواء يعني صعب. تمام. ممكن نشاهد كلاسيكو بالعراق؟ شو صعب مباراة حاليا بهاي الأجواء؟ لا صعب. صعب من يا ناحية؟ من ناحية الوضع الأمني لو من ناحية الملاعب؟ لا لا لا، احنا أول شيء إذا جبتها على الملاعب، احنا الملاعب صراحة ما عندنا غير بس البصرة يعني، وهسه عندنا الحبيبية. أنت زرت الملاعب لو بعد؟ أي زرت البصرة، زرت الحبيبية، الزوراء، مال هم زرتهن، مال الزوراء مشفتهن.
احنا اذا نريد نجيب كلاسيكو ها لازم نجيب قبله كم مباراه نسوي. صح. عرف شلون؟ يعني هسه احنا ما نقدر نجيب نادي يلعب مع منتخب، ممكن مثلا نسوي انا قبل فتره انطرحت على الاخوه الميناء شويه المدرب تحياتي له بابلو هم اخ عزيز يعني قلت له سبحان احنا نقول مي بايسانو يعني ابن بلدي اي هم دزيت له رساله قلت لهم احنا مستعدين ان نقدر نسوي لعبه وديه بين الميناء واجيب لكم اي نادي من اسبانيا يعني ما عندنا اي مشكله بصراحه جانب. تقدر تبوح لي ممكن او مقدار المبلغ اللي نقدر نجيب به مثل اول ثلاث فرق باسبانيا مثل ريال برشلونه اتلتيكو مدريد هاي المعروفه. شوف مو هذا العمل إلى عمل خاص يعني هو من يقول لك على سبيل المثال هاي الأندية ثلاثة مثلا نجيبها باثنين بثلاثة مليون دولار نعم. أو يورو مثلا هم هنا من يقولوا لك هذا السعر أنت هنا تقدر بقضية الإعلام بقضية الدخوليات الملاعب الإعلانات الراعي الرسمي هنا كلن يطلع عن هذن وطبعا مو هذن يطلع عن أضعافهم يعني هو قضية مربحة يعني هسه بغض النظر عن هي تجيب نادي وتلعبه بالعراق هي بها جنبة مادية وبها يعني بها أرباح مالية نربح ماليا بها أكيد إذا كان التزامها من الحكومة أكيد بها أرباح لأن أنت إذا تحسب الجمهور وإذا تحسب الإعلانات وإذا تحسب هم يعطونك يعني الترتيب شنو اللي تقدر تسوي زين ريال مدريد برشلونة اتلتيكو مدريد اي انا شنو الفايده اجيبهم وما موجودين نجومهم لو من الشرط يكون شرط يجيب كامل نجوم اي ممكن انت تقول يقول لك انا انطيك الخط الاول بهذه النجوم بمبلغ والخط الثاني بمبلغ زين عندك السقف الاعلى وادنى سقف يعني انا اقدر اقول هو من 3 لل 5 من 3 شنو من 3 مليون يورو الى 5 مليون يورو تقريبي هذا طبعا هاي الحكي بعد الطيران الفنادق الحمايات بها وايد اجراءات من 3 يورو اي مليون الى 5 اي 3 مليون يورو او 5 مليون أي تقريب. يورو اي تقريبا تجينا هاي الارباح اي تجي اذا التزام من الدوله والتزام من يعني الدخوليات قلت لك والاعلام تجي اذا كراعي رسمي تجي يعني تكون الواردات بها ارباح إذا ما تطلع فلوسهم على الأقل بها أرباح وممكن التفاوض وياهم بمبلغ يعني مو هسه يطلب اللي يريده لكن أكو تفاوض وياه أها أيوة التفاوض مباشر زين مباشر أقصد يعني من غير سماسرة يعني من غير سماسرة أي أكيد هو أنا ليش جاي أحكي وياك هسه أنا بعد هاي الحلقة راح تشاهد شنو راح يصير يعني المشكلة إنه إحنا ما نريد شخص يعمل لازم تعطيني وأنطيك وأنا أوسطك الفلان بكان وبالعكس يعني اليوم أكو شخص جاي صار له 24 سنة بإسبانيا يريد يعمل يريد يقدم قريب على المنتخب الوطني قريب على المدرب وصل رسائل إنه كاساس مرتاح إنه كاساس يحب الجمهور العراقي اتركوا كاساس يعمل كثير من التفاصيل هسه احنا بغض النظر اعلام ننتقد عمل كاساس بس انا احكي عن المسؤولين عن من يتدخل بعمل كاساس عن من يريد ان كاساس يتأهل بنا الى كأس العالم بنفس الوقت قادر ان يعمل من خلال كلامه معسكرات قادر ان يعمل مباريات ودية ان كانت في العراق او في اسبانيا قادر ان يذهب هذا مهم تقدر تذهب بلاعبين للاحتراف في اسبانيا لو صعب او ما عندنا هاي الامكانيات انا اكو صوره دزت لك اياها ما اعرف اذا الاخوه اللي هي اللي بالوراي صور اكو مالت المكتب عندنا مكتب مدريد شركه تمام هسه راح نشاهدها الصور اعطونا بعض الصور اخوان صراحه انا يهمني ما دام يعني حكينا بقضية الفئات العمرية أو الاحتراف إحنا الاحتراف ما عندنا مشكلة به أنا قبل فترة أكو لاعبين ما أحب أذكر أسمائهم يعني هسه حتى لو أذكر من ضمنهم ماكنزي إيه قدرنا يعني نسب يعني أكو فد عمل للاحتراف خارج العراق لكن قيد التفاوض لحد الآن قيد التفاوض أنا ما عندي مشكلة باستقطاب اللاعبين العراقيين للدور الإسباني ما عندنا مشكلة إحنا بهاي لكن أنا عندي عمل ثاني اللي هو همين من خلالك ممكن الناشد أو يعني ماكنزي يلعب باسبانيا لو بغير دول لا احنا ماكنزي جانا عرضين له اي بس ما احب اذكرهن حتى لا بس واحد من اسبانيا
يعني اكو واحد باسبانيا. تمام. بس هو لان كان عنده عقد فشوي اخرنا. تمام. يعني احنا ردنا للافضل لكن المهم صارت. صراحه انا هم من خلالك هم يعني هم اناشد هاي الصور لو هذا المالك اللي لا المالك الرسمي ما طونا صور شباب طونا الصور خليه ما ادري دزيتها لك ولا تمام. هاي هم هاي هنا ويا كاسر هاي مع كاسر هذا الاستاف الاسباني هنا هو هذا الاستاف اصلا اللي راد يلعب اي هو هذا الاستاف اللي كاساس اختاره اللي اختاره للعمل. انا صراحه بقضيه الفئات العمريه وقضيه اسبانيا اكو في التجربه اللي هي سوتها قطر صراحه ومو فقط قطر يعني خلال انا اكو صوره قبل شوي طلعتها وقعت عقد مع احد الانديه الاسبانيه اللي هو الاتفاق يكون يعني بعض الدول اللي هي ترسل اطفال بفئات مثلا ما بين 13 الى 15 سنه تقريبا يدزوهم من اسبانيا للدراسه والرياضه يعني اثنيناتهم. فانا شفت من خلال تجربه قطر صار عندهم هذا المنتخب اللي صعد كاس العالم هم اكثريتهم كانوا في اسبانيا عرفت شلون؟ واليابان تجربه اليابان وتجربه الصين وهواي تجربه دول. انا من خلالكم من خلال قناتكم هم انا اخاطب يعني او اناشد دوله رئيس الوزراء انا مستعد وإذا يحتاج هو إذا يطلب بتزكية من يزكيني هو أقرب الناس إلى سيد كاظم الحائر الحسيني صديقي وهم أنا علي شمران هم أصدقائي مقربين جدا من دولة رئيس الوزراء. أنا مستعد أخذ مجموعة وهذه المجموعة أخذها أجيب استاف إسباني وهم يستقطبون المواهب بالعراق ما بين 15 إلى 20 لاعب. أنا مستعد أخذهم لإسبانيا لمدة سنة ودراستهم وعملهم كله بإسبانيا إحنا نتكفل يعني بعملهم. بعد سنة أنا مستعد هاي المجموعة اللي ناخذها لإسبانيا أنا مستعد يجيبهم هنا يلعبهم منتخب وطني. وبعد سنة زين هالسنة تقدر سنة سنتين نجيبهم يلعبهم منتخب وطني تاخذهم فئات عمرية ناخذهم فئات عمرية نعيشهم بإسبانيا. هاي طبعا تجربة أحكي لك عندنا يعني من أسولف بيها عندنا تجارب سويناها مع اليابان سويناها مع اندونيسيا قطر بعض لاعبين قطر موجودين هناك وكثير من الدول سوت هاي التجربة. أنا مستعد وأنا أتكفل بهذا العمل أنا أتكفل بهذا العمل من الألف إلى الياء من المطار إلى المطار عرف شون بسكنهم بنقلهم بدراساتهم بكل عملهم. أنا أحتاج مجموعة من المواهب اللي إحنا نختارها بأيادي إسبانية أنا أجيب الإسبان من إسبانيا لاختيار هاي المواهب من جميع محافظات العراق ونقدر نهيئ منتخب كامل يصير رديف. هاي هي فكرة الرديف يصير رديف مثلا للخط الأول أو الخط الثاني أو للشباب أو الناشئين. هاي فكرة أنا بعد سنة سنتين أو أكثر شنو الطموح يجونك إسبانيين لغة إنجليزي إسباني ولاعبين في نفس اللحظة لاعبين من الدرجة الأولى من الطراز الأول يعني يجيب هيكل إسباني أحسنت بيحكيك عراقي زين شنو هالإمكانية اللي تقدر بسنتين أو أكثر توصل؟ ها مو إحنا عندنا في إسبانيا صراحة أنا أحكي لك عن تجربة يعني عندنا هناك الدراسة تكثيفية الدراسة دراسة المنهاج الدراسي والمنهاج الرياضي يعني عندنا مثلا على سبيل المثال أنا هسا عندي لاعب موجود بالعراق عندي عراقي موجود هسا حاليا هناك الصبح بالمدرسة يطلع من المدرسة عندنا لجان خاصة مشرفة بهذا الشيء يأخذونه من المدرسة يودونه تمرين صباحي يروح انه بيتغدى او يتعشى يتغدى عفوا ويرجع مره ثانيه للتمرين يا اما يكون تمرين ثاني او تمرين لياقه بدنيه او سباحه. يعني هذا الطفل ناخذه هناك بحيث نهاره كله عباره عن دراسه ورياضه غير هذا ماكو عرفت شلون وترفيهات وهالقضايا. نفس اللحظه هذا يجيك مثقف يعني انا كثير شفت هسه ما اذكر اسماء ما يعرف يقرا ويكتب صح لغه انجليزيه ما عنده صح عرف شلون بالعكس انا اجيب لك لاعب مثقف بطراز اسباني ويكونون الاشراف عليهم اسبان وبشهادات عليا يعني اسبان متميزين. هذا هم تحت يد دوله رئيس الوزراء اذا يحبون هذا العمل انا بالخدمه وانا عملي لله هسه يقولون وحدي انا مجاني انا اللي اقدم هذا المشروع انا بشكل مجاني وحتى لو هم ياخذون هاي الفكره يسوونها انا افرح صراحه انا فرحت بس ما عندهم الامكانيات الادوات ما العلاقات ما هاي ما موجوده هاي ما موجوده حتى لو موجوده راح تكون بها سماسره وهاي ايش عجب ما الكابتن عدنان درجال تواصل وياك ضياء صارت جلسه تحدثت وايش عجب يعني انا اشوف الكابتن يرغب بهي الشخصيات هو يعرفني الرجل يعرفني حق المعرفة اكو تاثيرات هاي اكو ما ناس ما
ما تريد تقربك لامكانيتك لحنكتك لكثير من التفاصيل. ممكن ممكن ممكن. زين مع من انت عندك علاقات بالعراق بالاتحاد بال... لا لا ابد بالعكس. انا صراحه السنوات اللي انا عملي هم للمعلومه انا مو جديد بالعمل الرياضي، قلت لك قبل 7 سنوات اعمل طبعاً. وسابقا هم كنت اعمل، عرفت شلون؟ ف يعني العمل مو بس مو جديد عليه، مو جديد عليه ولا يكون بهالسهوله جاي نسولف بها، لكن الحمد لله زين. انا ما اريد اختم بس راح اسال اخر سؤال يعني جواب. قبل البرنامج قلت لي استاذ نبيل اريد اتحدث انه اكو يعني تجربه ممكن تكون افتتاح اكاديميه اتلتيكو مدريد، اريد اناشد بيها ايضا دوله رئيس الوزراء او لجنه اولمبيه، او شنو هاي التجربه؟ صراحه انا عندي مشروع بالعراق وامنيتي يتحقق وان شاء الله يتحقق، لان انا يعني مصر على هذا العمل. حاب اسوي اكاديميه، لكن اكاديميه مو اكاديميه تجاريه، يعني اكاديميه اسبانيه لخدمه الرياضه في العراق، داخل العراق. هسه اذا ما اقدر اسويها خارج العراق وانما اسويها داخل العراق، وعندنا مشروع ان شاء الله هو افتتاح اكاديميه اتلتيكو مدريد بالعراق. اكو مشروع ان شاء الله، يعني يوجد مشروع. عندنا مشروع وعندنا هم مشروع ثاني اللي هو هسه انا بصدد هذا العمل، عندي اتفاقيات مع اسبانيا نهيئ ناخذ مدربين عراقيين يعني يدخلون كورسات، نحاول مع يعني الانديه الاولى معايشه مع ريال مدريد برشلونه اتلتيكو مدريد مع هالانديه جاي نحاول، لكن تعرف هي شويه اسعارها مكلفه، جاي اتفاوض بحيث نقدر نسويها بشيء بشكل يعني تاخذ مدربين للتطوير. اكيد طبعا، وانا جربت اخذت يعني عندنا احد الاخوه اخذته اللي هو استاذ وسام، سوينا له معايشه مع نادي اتلتيكو مدريد. وكانت تجربه مكلفه يعني هي بدون، دائما احنا نقول ولا هو هذه الكلمه يعني بدون سماسره مكلفه طبعا اكيد، ولكن مع يعني معانا احنا يعني هذا مو تجارتي هي، لكن انا اقدمها بشكل يعني هسه شوف هو يطوق باكيت كامل السعر مالتها المصاريف، انا حاليا جاي اتفاوض وياهم اقول لهم لا انا سكن ما اريد، انا سكنه مكان والنقل هم ما اريد، في حيث ان انزل من سعر التكلفه مالتها، لان اعرف المدرب العراقي اذا يصير عليه سعر غالي جدا مش صعب راح يشارك، فانا حابهم يشاركون. اريد اختم بشغلتين خدمتك. كاساس برشلوني لو ريالي؟ لا هو يشجع كادف، يعني هو العفو من كادف يشجع شو اسمه عندهم اكاديميه بالعراق شو اسمها اسبانيول؟ لا مو اسبانيول، الثانيه ريال بيتيس. ريال بيتيس هو لان من كادث، هو جنوبي، جنوب الهوى هو من الجنوب. كادث هذول يعني ناس الجنوب مالتهم طيب جدا، بيهم كثير من المميزات العربيه، اخلاقياتهم تعاملهم يعني شجع ريال بيتيس. هو ريال بيتيس. ريال بيتيس زين. اريد تختم لي بمثل اسباني، بما انه انت تعرف وتقرأ من خلال ملامحهم وكثير من التفاصيل الإسبانية. قبل البرنامج قلت لي مثل، قلت لك سألتك عن إسبانيا، إسبانيا يعني حلوة أنت عايش بيها لو فقط العايش بيها لغة، شنو هذا المثل وشنو معناه؟ أكو مثل هو إسباني يقول دي مدريد على السيلو، يعني من مدريد إلى السماء، يعني يكون الإنسان حالة وفاته تكون من مدريد تنطلق تعرج إلى السماء، هالقد ما مدريد حلوة يعني. مثال الإسبانية حلوة، كلش حلوة، أعداء يعني ودائما بها يعني معنى رائع جدا، وأنا من طبعي أحفظ الأمثال الإسبانية أحبها. تحبها أكيد. تمام، لمن توجه رسالة قبل الختام؟ والله أو شي عندك شيء ما ذكرته ما تحدثت يعني أنا هسه ما يحضرني لكن هذا برنامج قناتك في أي وقت. الله يحفظك يعني شكرا جزيلا. إن موجود هنا أو في إسبانيا تطلع عبر السكايب وتتحدث لفائدة الرياضة العراقية، احنا حاضرين استاذ ضياء. اول شيء انا شكرا جزيلا على هاي روحك الوطنية. تحياتي. صراحة انا اريد اوجه للجمهور العراقي، جمهورنا الرياضي، احنا جمهورنا الرياضي شوية قاسي جدا. يعني يوم يمدحك واهلا ومرحبا ويوم الثاني لا، فاذا تردون تأهلون لكأس العالم فهلا تلهلا بكادر كاساس والعمل الرياضي بالعراق، وان شاء الله احنا بتطور يعني ليه يصورون يعني جمهورنا الرياضي، انا يعني اسولف في جمهورنا الرياضي، لا تصورون اكو يجوز هسه انا جاي اقدم
شيء بشكل مباشر للجمهور العراقي، جمهورنا، رياضتنا، لكن اكو هواي مثلي ويمكن افضل من عندي هم يقدمون للرياضه العراقيه. فدائما مثل ما دائما انا اقول، هي الرياضه ولاده، الرياضه العراقيه ولاده، وان شاء الله القادم افضل اذا كانت مع كاساس او من غير كاساس، احنا ما عندنا مشكله. العراق دائما ولاد بالخبرات، ولاد يعني بالرياضه، وان شاء الله اكو يعني شيء للعراق. انا على يقين واكررها مره ثانيه، أنا دائما أقول كاساس تيني سويرتي، كاساس تيني سويرتي، يعني كاساس محظوظ، يعني عنده حظ، عرف شلون؟ فالرجل إذا يعوفونه يشتغل براحته، أنا على يقين الرجل يقدم إن شاء الله. جدا أشكرك، شكرا لتلبية الدعوة، خدمتك. ممكن نشاهدك بحلقات أخرى بخدمة أكيد الرياضة العراقية، أكيد. لو بعد ما نشوفك لا أكيد إن شاء الله، وهذه وقابرك إن شاء الله أنا إذا أكون في العراق وعندي مشروع إن شاء الله أجي بقناتك، ويكون هي دائما أول أو أي مشروع أسوي يجي إن شاء الله من خلال قناتك. نتشرف، شكرا لك أستاذ يا حبيبي. مشاهدينا الكرام، هذا ما يسمح به وقت البرنامج، وهذا اللي أنا دائما أقوله، دائما أظهر بضيوف مختلفين، ضيوف ليس غايتهم التسقيط والإساءة وغيرها، لكن نتمنى من جمهورنا، من مسؤولينا، من قادة الرياضة، ترى حتى بالانتقاد صدقوني نتحدث من حرقة قلبنا، يعني نريد نفرح، نريد هذا الشعب يفرح، يعني كافي كثير من الألم والحزن. فمن ننتقد ومن نحكي، إن كان لاعب أو مدرب أو غيره، نتحدث بحرقة، ولا وماكو لا أنا وطنيتي أفضل من ضياء، ولا ضياء أفضل من غيره، وماكو مدرب ما يحب ينجح، وماكو لاعب ما يحب ينجح، وماكو إعلامي ما يحب يتوفق وينجح والناس تمدح به. لكن بالنهاية إحنا أمام رسالة، داعمين لكاساس وكادر التدريبي، داعمين لمنتخبنا الوطني، عندنا مباراتين مهمة ضروري نحقق بها نتيجة ونفرح بها، حتى ما تقدم الكاساس نقول يستحقه، لأن كثير أكو ناس اليوم ممكن تتمنى الزلة للكادر التدريبي، لإخفاق المنتخب وغيره وللاتحاد. ولهذا السبب إحنا دائما نوصل رسائل. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، هذا أنا نبيل طارق في الإعداد والتقديم، نلتقيكم يوم غد في أمان الله.